ضمن مجموعة من اللقاءات مع المعلمين والمعلمات في يوم المعلم، قابلنا الأستاذ أحمد الجهني وطلبنا منه أولاً أن يعرفنا عن نفسه. أحمد عادل الجهني، معلم حياء في مدارس الأقصى الأهلية. ولكونه معلماً جديداً، سألناه عن تجربته في أول يوم له كمعلم. كانت تجربة جميلة، خصوصاً أن الطلاب راجعين بعد انقطاع طويل عن المدارس وعن كراسي المدارس، فيعني الحمد لله كانت الأمور بسيطة، فكان في تعاون بيننا وبين الطلاب في تجاوز أول يوم يعني بصفة يعني وبأريحية تامة. سألناه عن وجهة نظره في إن كانت تغيرت مهنة التعليم عما كانت في السابق. هي كرسالة واحدة سواء الآن أو في السابق، رسالة التعليم واحدة، لكن تطورت كأساليب تعليم. في الماضي كان في تقريبا أسلوب واحد متبع من جميع المعلمين، أما الآن لا، في أساليب كثيرة متبعة، وطبعا يمكن العبء مو عبء، يمكن الأعمال تكون أكثر على المعلم الآن، لأنه في يكون توازن بين الأونلاين التعليم عن بعد والتعليم الحضوري. الفترة الحالية يمكن الوقت الحالي الجيل الحالي والجيل القادم عندهم شغف كبير جدا في التعلم وفي معرفة حتى أمور خارج المنهج ومعلومات عامة، فهذا شيء يعني ساعدنا إحنا إنه ممكن نكون سبب لو بسيط في مستقبلهم إن شاء الله في الفترة القادمة. وكيف يكون شعوره وهو يرى إنجازات طلابه؟ والله بما أنه أنا خبرتي لسه شهرين، فيعني لسه ما أتخرجوا على يد طلاب، لكن في اليوم الوطني المدرسة عندنا مدارس الأقصى الأهلية عملوا فيديو بسيط، الطلاب هم بيتكلموا بشعورهم بالنسبة لليوم الوطني. في أحد من المتحدثين كان طالب عندي في الفصل، فكان فعلا شعور جميل أنه أنا أشوف أحد طلابي ما شاء الله بيتكلم بطلاقة جميلة ويعني شعور جميل، هذا وأنا خبرتي شهرين، فما بال إن شاء الله بعد عمر طويل يعني، فيعني الواحد يشوف طلابه قدامه شيء يعني أعتقد إنه شيء حيكون مفرح. وهل لديه نصائح يشاركها لزملائه المعلمين؟ أقول نصيحتين أخذتها من معلمين سابقين وناس يعني لهم قامة تعليمية وتربوية كبيرة. أولهم طبعا المدير العام في مدارس الأقصى الأهلية الأستاذ حمدان العويضي، سألت سؤال في يوم: أستاذ حمدان، لو أبغى أكون في مكانك في يوم من الأيام إيش تنصحني؟ قال لي كلمتين بس: تقوى الله، تكون أنت تقي يعني تراقب الله في عملك في أي حصة تكون موجود فيها، فهذا الشيء حيوصلك لمكانة متقدمة. وفي نصيحة ثانية برضو نصحني فيها الأستاذ خالد بنابيلة مدير القسم الثانوي في مدارس الأقصى، نصحني أنه نكون قدوة للطالب في اللبس، في الكلام، في التعامل، مو بس فإنه معلم إنه يقول مادة تعليمية أو يكون عنده مادة تعليمية يوجهها للطالب، لا، يكون قدوة حسنة، وإن شاء الله يا رب إنه في يوم من الأيام نكون قدوة حسنة للطلاب كثير بإذن الله. وما هي الكلمة التي تود أن توجهها للمعلم في يوم المعلم؟ يوم المعلم فرصة ذهبية لشكر جميع المعلمين وأولهم أمي، لأن هي أول من علمني وهي فعلا معلمة، وشكرا لجميع المعلمين في يوم المعلم.